اكثر مشكله بتواجهكم؟ مشكله المعدين. مع ليه؟ عاوزين العبار متاخر. النادي بقى العصر الموجوده سمي ما جاش معانا، اضطروا ناخذوا مركب سر، ودي خطر. تخطوا عليكم عايزين عبار عشان مود البحر. عشان ايه؟ مود البحر. واخرها الساعة كام شغل؟ الساعة 3. يعني اكتر حاجة الساعة تستنوها من في ناحيتين، ساعة من هنا وساعة من هنا. احنا طبعا بنسبة قرية الجزيرة المسجدة تبع مركز المنشآت جابوا لنا عبارة، ريحتنا شوي. بعد فترة من الزمن شالوا العبارة تاني، مرسى قالوا هنعملوا مرسى، ما جابوش تمام وما سألوش خالص. طنشوا الحكاية اللي كان فيها وسايط ذاتها حاجات من برا، ربك أعلم. بعد ما قالوا إن إحنا هنجيب لكم مرسى ونشغلكم العبارة، دابوا شغلوا العبارة، مرسى ما عملوش للعبارة. بعد ما اشتغلت الأمور وارتاحت خربوها تاني، شغلوا العبارة من عنديني. لا عندنا أي شيء غير كده. الجزيرة يعني ميتة. واحد عتودع ممكن تموت، فيش معدين. ما فيش. واحد عيان ممكن يعاني الموت، ما فيش ندة تنزل، فيش إسعاف. ما فيش عربية توديه ولا ما فيش مدرسة. ما فيش يعني أي مهمات تخدم الشعب. لا في واحدة صحية. منطقة كبيرة محرومة خالص. كل اللي محرومة الناس منه. منطقة كبيرة على السكان. منطقة كبيرة أنت تقول على 12 كيلو وحوالي 4 كيلو عرض. وفيها سكان هزلي، يعني سكان كثير. بس للفايدة حكومات ما زالينش فيه. المسؤولين قالوا من الحكومة. ما قدمتوش بأي شكاوي بأي شكاوي؟ ما حدش عامل فيها خالص. أنا أنت شايف المرسى من هنا وشايف المغرب. والملاحة شافت وبعدين دابوا العوامة وخلوها ثاني. وحدة في العبارة. دابوا العبارة وخلوها ثاني. طب ليه؟ خلوه انا عارف ليها. انا هو على المخلوق. وكانت شغاله يعني شغل ليها. دكتور ايمن لكن هويت لا وحده ولا حاجه ولا في شيء اي اهميه في المكان. بلد من فيها خالص. انا اسمي عصمت احمد، ساكن في ديره المنشاه في نجع الحد يونس زمان خارفه المنشاه. اولا المعادي ما فيش معادي خالص زي ما انتم شايفين على الارض الواقع. أنا ضغطت له معايا عيالي تعبانين عاملين عملية أو عتوضع أو أي واحدة غض النظر عن عيالي أو مراتي خاصة، هشيلها إزاي؟ وهي عاملة عملية هتشال زي لو في توك توك أو وسيلة مواصلات وفي عبارة بتنزل من خشم الباب من بوز الباب بتاعي، هتركب العربية أو التوك توك هتنزل لحد قدام العيادة. إن أنا ساكن في الدير ما فيهاش دكتور ولا وحدة صحية ولا مدرسة ولا حضانة ولا اي اسعاف، حتى اسعاف اوليه ما فيهاش. كما دكتور لو فيها دكاتره وفيها منزل وفيها ضباط وكلاء نيابه، كل اللي يتعلم ياخذ شهادته اجباري ما يسكنش فيها، يا القاهره يا المحافظه. ما بقاش انا راضي للوكيل نيابه او كذا واسكن في الجزيره. لكن لو فيها وسيله ان انا توك توك، مش اقول لك عربيه هونداي ولا عربيه، ما بغض النظر عن اسامي. في مستشارين توك توك وفيهم قضاء في عباره يعدي الناحيه الثانيه، مراتي بتولد احط التوك توك من خشم الباب. يعني على كده اكبر مشكله هي مشكله العباره. العباره هي الوسيله الوحيده. مش عطلب كوبري زي كوبري سوهاج، مش عطلب كوبري زي جرده، مش عطلب كوبري زي اي بلد. انا بطلب الاول عباره تسعفني، اعتبرها يعني الانقاذ الاول اللي هي العباره. وحتى لو مش الانقاذ الاول الساعه 6 قفلت، انا بالليل برضه اروح فين؟ انا عاوز واحد مسؤول بس يادي بات معي ليله واحده. ليله واحده. ويشوف انسان تعبان بجد مش كلام، ويشوف ان انا هعديه ازاي واعمل ايه. الراجل ده الساعه 6 بيقفل المعادي، هروح فين بعد الساعه 6؟ اذا كان في الاهالي، اذا كان لو في العمر بغادي قاعد للصبح لا قادر يتخلص، حتى لو مت بيقعد يحط عليه مراوح عشان ما فوحش او ما ورمش لغايه ما الصبح يروح ابلغ عنه توفي. ولا حتى في حاله الوفاه ما فيش دكتور بيشوف يقول لك مات ازاي، ولا يقول لك مات لسعان ولا مقتول ولا اي حاجه غير اسمه خلاص اللي انا على النبي مات وروح ادفنوه. الكلة وعلى مكان عام على الاقل انقذه في الوحده المستشفى العام طبعا الحكومه. دكتور خاص انا اروح مش قادر اشيله، دكتور خاص لو هدفع بدل كشفه 100 ادفع 200 واجيب الدكتور عند الشقه واوصله الشقه يكشف عليه. لكن هنا ولا في دكتور ولا حتى ممرض، حتى اوضه كده ممرض ما فيش. دي نوعيتك انت. انا عايز واحد بس
يسكن ليلة واحدة. عندك المحافظ وانا مش موجود، كنت برا مصر، سمعت على قناة على مع مذيع اسمه هراشي تقريبا، قال لك انا بعد 15 يوم هروح الجزيرة وارحب باهل الجزيرة وتدل اخواتي وناس وحبايبي ومعاهم يدا بيد. يعني سمعت كلام قلت بس المحافظ ده هزبط الدنيا. الوقت ان هذا بكلمك فيه يقول لي انا رحت على الشط النيل مش عديت الجزيرة.